نتحدث في هذا اليوم بإذن الله تعالى حول وظائفنا تجاه أهل البيت. هذه الوظائف كثيرة ومتعددة، ولكننا نذكر في هذه العجالة مجموعة منها. الوظيفة الأولى المعرفة، الوظيفة الثانية المودة، الوظيفة الثالثة الولاية، الوظيفة الرابعة الطاعة، الوظيفة الخامسة الحماية، الوظيفة السادسة الزيارة، الوظيفة السابعة إحياء أمرهم، الوظيفة الثامنة احترام ما يتعلق بهم، الوظيفة التاسعة الدعاء لهم، الوظيفة العاشرة الدعوة إليهم، الوظيفة الحادية عشرة التسليم لهم، والوظيفة الثانية عشرة الصلوات عليهم.